السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم وأسعدكم معشر الكرام أينما كنتم. نعود إليكم بعد انقطاع ليس بالهين ولا بالقصير، ولكن انشغالي في إدارة المركز وتنظيم الأمور ونحوها من الأشياء قد أشغلني عنكم في قناة اليوتيوب وما نعده من تقارير ومواضيع لعل الله أن ينفع بها. أما اليوم فآتيكم بموضوع أرى أهميته بمكان بعد مروري بذكره وما يتعلق به في عدة تغريدات عامة أو خلافات وسجالات بين المهتمين، فيتراشقون بالشعوبية أو يذكرون الشعوبية على سبيل الإيراد وسرد التاريخ. وأرى أن الحديث عن الشعوبية وما يتعلق فيها وما يقابلها أيضا من الفرق والجماعات أمرا هاما يفيد المسلم في دينه وفي اهتمامه ما يتعلق في التاريخ والأنساب، فالله الموفق. أما الشعوبية والشعوبيون باختصار وإيجاز، هذه جماعة من الناس تعتقد بأنه لا فضل للجنس العربي على بقية أجناس البشر، وأنه لا فضل لهم ولا سابقة لهم، بل منهم من يحتقر العرب ويراهم أراذل الناس وأنهم أحقر الناس، وأن الشعوب خير من العرب، يفضلون ويمجدون الشعوب على حساب العرب. وفي الشعوبية درجات صح التعبير، نجد منهم المتطرف الغالي، ونجد منهم من أصيب بلوثة من الشعوبية ونحو ذلك. لكن هذه هي الفكرة العامة، أنهم لا يرون فضلا لجنس العربي على بقية أجناس البشر، أقلهم من يرى أن جنس العربي وبقية الأجناس سواء، ليس للعربي لا مزية ولا فضل بين بقية أجناس البشر. فهؤلاء الشعوبيون متى ظهروا ومتى ظهرت بوادر هذه الاتجاهات الفكرية؟ إنما ظهرت في أواخر الدولة الأموية، في دولة بني أمية، أواخر دولة بني أمية بعد ضعفها وبعد انحدار أحوالها. واستفحلت هذه الأفكار وهذه الجماعات من الناس في عهد العباسيين. ولا يخفاكم بأن دولة بني العباس في كثير من فصولها وأيامها قد قرب الأعاجم على حساب العرب، وهذا أمر ظاهر لا يخفى على شريف علمكم. وتأتي في مقابل الشعوبية القومية والقوميون. من هم القوميون وما هي أفكارهم؟ هم يدعون بأنهم جاءوا لتمجيد جنس العرب وتفضيلهم والحفاظ على قدر العرب، ولكن الأمر في الحقيقة أنهم جاءوا للتعنصر إلى جنس العرب واحتقار وازدراء ما عداهم من الأمم والشعوب وإحلال رابطة العروبة بدلا من الدين، فهي عودة صريحة إلى الجاهلية. فمن قرأ واطلع على مؤلفاتهم وعلى مقالاتهم وعلى اتجاهاتهم وعلى الأحزاب التي كانت تتبنى القومية أدرك صحة ما أقول. ولا يظن الظان بأن القومية إنما هي ردة فعل للشعوبية، كلا، لأن الشعوبية قد انبرى لها علماء الإسلام فكشفوها وعروها وبينوا باطلها وسوء سبيلها. أما القومية فقد جاءت بعد الشعوبية وبعد تلك الحقبة بقرون طويلة، فالقومية لم تبدأ كفكرة يدعى لها ويبدأ النشاط فيها إلا في سنة 1847 بعدما قام بطرس البستاني ونصيف اليازجي، ثم 1868 حينما أنشأت الجمعية السورية في بيروت لسليم البستاني ومنيف الخوري. وهؤلاء كلهم كانوا من النصارى الذين يعيشون في بلاد العرب والمسلمين، فأرادوا بهذه الفكرة إنشاء اتجاه جديد يخلصهم مما يرونه عزلة لهم، بدلا من أن ينتقلوا من دينهم إلى دين الإسلام، أرادوا أن يأتوا بهذه الفكرة التي يستبدلون فيها رابطة وأخوة الإيمان إلى رابطة العروبة، فبهذا ينخرطون أكثر في المجتمع. ظن منهم بأن هذه الفكرة ستذيب الفوارق بينهم وبين المسلمين آنذاك. ولعل التساؤل الذي يدور في خلد المشاهد الكريم، من هم أهل الحق في هذه المسألة، في مسألة جنس العربي وغيرهم من الأجناس؟ هل هم أهل القومية القوميون أصحاب هذا الفكر، أم الشعوبية ومن دان بها من الناس؟ فأقول وبالله أستعين كلاهما على باطل وجهل وضلال وبعد عن الهدى.
أما أهل الحق وأهل الرشاد في هذه المسألة فهم أهل الإسلام، وأعني بهم علماء الإسلام أهل السنة وأهل الهدى الذين يدينون الله عز وجل بفضيلة جنس العرب دون ازدراء لغيرهم من الشعوب. فالمتقرر عند العقلاء بأن تفضيل الفاضل لا يستلزم استنقاص واحتقار المفضول، ويرون فضيلة السبق للعرب في نصرة ونشر دين الله تبارك وتعالى دون إنكار وتهميش لدور غيرهم من الأجناس الذين ساهموا في نصرة دين الله عز وجل، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين وأتباع التابعين. يدينون الله تبارك وتعالى بأن أكرم الناس عند الله أتقاهم، ويدينون الله عز وجل أنه لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فضيلة هذا الجنس لا تقتضي تفضيلا في الحقوق والواجبات، فالناس كلهم سواسية كأسنان المشط، يجب على العربي ما يجب على الأعجمي، ويجب على الأعجمي ما يجب على العربي، لا فرق بينهم في الحقوق والواجبات. وإن كان في جنس العرب أفضلية على غيرهم من الأجناس، ومنهم قد اختار الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، اصطفاه واختاره في العرب لكونهم هم خير أجناس البشر إطلاقا. يحسن بنا بعد ذلك أن نطوف على شيء من كلام أهل العلم رحمهم الله لبيان جهودهم في تصديهم للشعوبية وما يحملون من أفكار باطلة. فهنا على سبيل المثال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، والذي قد جمع معتقد السلفي في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد من أئمة الدين في زمانه كالإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية والإمام عبد الله بن الزبير الحميدي والإمام سعيد بن منصور وغيرهم من أئمة الدين والفضل آنذاك. يقول في كتابه المذكور آنفا: والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغلة والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل كيف أن هذا الفكر الذي نراه اليوم محمولا في أذهان بعض الناس وظاهرا في ثنايا كلامهم قد كان موجودا في حقب قديمة، وقد تصدى لهم أهل العلم وأهل الفضل رحمهم الله جميعا. ولو تأملت في كتاب الآخر، كتاب السنة لحرب الكرماني رحمه الله، والسنة في اصطلاح علماء الاعتقاد أي عقيدة السنة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيدة التي يدينون بأنها الحق المبين، وليست هي السنة في اصطلاح أهل الحديث ومعناها كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا السنة في اصطلاح أهل الفقه بأنها المستحبات والمندوبات. السنة هنا أي المعتقد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. قد بوب بابا أورد فيه الآثار الواردة في فضل العرب، فمن أحب الاستزادة فليرجع إليه فإنه مفيد. كذا لو تأملنا في كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديثه عن جنس العربي والعجم، يقول في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره، وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله ورسوله وعباده المؤمنين، بل الأعراب مقسمون إلى أهل جفاء وأهل إيمان وبر، وكذلك العجم وهم من سوى العرب ينقسمون إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر. وهنا شيخ الإسلام يخالف أهل القومية والفكر القومي في هذا الكلام الطيب، أن الناس في أنفسهم وفي ذواتهم ليس فيهم ذم ولا قصور عند الله ورسوله وعباده المؤمنين، إنما يؤاخذون بما فعلوا من الشر والسوء. ثم قال في موضع آخر، قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفضل بني هاشم، وليس فضل العربي ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبهذا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا للزم الدور. وذهب فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ثم لما ذكر رحمه الله الأحاديث الواردة في فضل العرب قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب، وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. إلى هنا أصل معكم أيها السادة الكرام إلى ختام هذا الموضوع، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع بما ذكرت، وأن يغفر تقصيري وإخلالي إن وجد في اختصاري لهذه المسألة الهامة، ولكن كما قلت اختصرتها لاستهدافي للعامة ولا أريد الاستطراد في ذلك أكثر. فهذه نصيحة وموعظة لعامة المسلمين بمحبة العرب، وأنهم أهل فضل وجود وكرم، وأنهم أهل السابقة في نصرة دين الله تبارك وتعالى، وأنهم سبب لنشر دين الله عز وجل في أقطار الأرض مشرقا ومغربا، وكذا أنه لا فضل لعربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، فالإنسان إنما هو ابن دينه، وإنما يفضل بما معه من الدين والعلم والتقى، فالأعجمي صاحب الدين والتقوى والإيمان هو أحب إلينا من العربي عديم الإيمان والدين والتقوى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.